مصارف زكاة الفطر عند الجمهور مصارف زكاة المال. ما هي مصارف زكاة المال؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. المالكية على تخصيص زكاة الفطر بالفقراء والمساكين وحدهم، هذا اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وكثير من علماء بلاد الحرمين.